المحاولة هذه ففريق الأهلي أقرب إلى مرمى الحارس مصطفى الشاذلي. حيت اللاعبين ديال الرجاء تيسهلوا المأمورية ديال اللاعبين ديال الأهلي باش يوصلوا لشباك الحارس الشاذلي. زكريا عبوب الصفري للاعب مستودع. مراوغة جيدة ديال المستودع الصفري زكريا عبوب ما تمكنش من المراوغة. تالي أحمد عبد الظاهر كيسترجع الكرة من جديد. كرة عند اللاعبين ديال الفريق الرجاء البيضاوي. هدف جميل ديال اللاعب رضا الرياحي. هدف جميل في الوقت اللي قلنا بأن اللاعبين خصهم يوجدوا ثغرات في الوصول لشباك عصام الحضري. تتمكن اللاعب رضا الرياحي باش ينفس هذا الجمهور الحاضر بملعب الأبجيكو. إذا الدقيقة 40 كتعطي أول هدف في المقابلة. هدف ديال رضا الرياحي كان خطأ على مستوى المراقبة. لاحظوا رضا الرياحي بمفرده وبقدفة قوية ما ترك أي حد للحارس عصام الحضري وكيتمكن من تسجيل هذا الهدف. هدف يزن ذهب وتحرك الجنبات ديال الجمهور الغفير. تتشاهدوا صورة جيدة ديال الجمهور هنا الغفير لتتبع هذه المقابلة. اذا 1-0 لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. تلاحظوا كان تمويه جيد ديال خوباش في اتجاه رضا الرياحي اللي تمكن من تسجيل بطريقة جميلة